ممثلة جميلة بس ما بتعرفش تمثل. أبرز تصريحات ماجدة خير الله عن ياسمين صبري. ياسمين صبري ما بتعرفش تمثل وبتحاول تبان عميقة، والموضوع بيقلب لمسخرة. الناقدة ماجدة خير الله حطت ياسمين صبري في دماغها. إيه الحكاية؟ من كام يوم ظهرت الفنانة ياسمين صبري في لقاء مع المذيع عمرو أديب في البرنامج بتاعه، واتكلمت ياسمين في الحلقة دي عن حاجات تخص حياتها الشخصية والمهنية وفضفضت للجمهور، والحلقة عملت حالة ترند وسط الناس. في ناس كتير طلعت علقت على ياسمين بعد الحلقة دي، منهم اللي قال إن ياسمين بنت مثقفة جدا وجميلة، واللي قال إنها طيبة وبتحب كل الناس، لكن ماجدة خير الله كان ليها رأي تاني خالص. ماجدة حبت توصل رسالة لياسمين صبري، بس رسالة على الملأ شوية، وكتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت: ياسمين صبري سيدة جميلة ليس في ذلك شك، ولكنها لا تملك موهبة التمثيل، معظم التجارب اللي ظهرت فيها لم تخدمها، ومشكلتها ان الناس بتتعامل معاها بوصفها امرأة جميلة فقط. كملت كلامها وقالت: تحاول ان تبدو مثقفة وعميقة فيتحول الامر الى مسخرة. تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، لكن البساطة والموهبة أهم كثيرة وأبقى من الجمال. لو عايزة تكمل في التمثيل يبقى لازم تبذل جهد مضاعف، ربما تحقق شيئا ما في هذا المجال. طبعا بعد اللي كتبته ماجدة على ياسمين، الموضوع اتحول لترند وكل الناس بقت تتكلم عنه. وطبعا معروف عن ماجدة إنها ما بترحمش حد، ودايما بتقول عن الممثلين كلام هم مش بيحبوا يسمعوا، حتى الممثلين الكبار ما سلموش منها، زي الفنان أحمد ماهر لما طلعت وهجمته قبل كده أكتر من مرة بسبب تصريحاته عن مسلسل ريا وسكينة، لما قال إنه كان مغموم أثناء التصوير وحاسس إن المسلسل مش هينجح لأن في تجاوزات كتير من وجهة نظره، وقالت له: طالما أنت مغموم وحاسس إن المسلسل مش هينجح ليه وافقت عليه؟ حد كان غصب عليك تلعب الدور؟ إذا كان الفنان المحترف الدارس بيخلط ما بين دوره الدرامي وشخصيته الحقيقية، أمال الشخص العادي بقى هيعمل إيه؟ ماجدة شايفة إن العمل أحمد ماهر كان غلطة كبيرة في مسيرته، لأنه ممثل كبير والمفروض أدواره مهما كانت صعبة ما تأثرش على حياته الشخصية، واستشهدت بأكتر من مثل زي الفنان الكبير محمود مرسي اللي لعب دور الطاغية في فيلم شيء من الخوف، وكان بيصدر أوامر وبيقتل كل اللي بيخالفوا الرأي. كمان العبقري زكي رستم ودوره في فيلم رصيف نمرة 5، أو أي دور من أدواره اللي لعب فيها دور القاتل الشرير. واستنكرت كلامه جدا وقالت: لما أنت تعمل كده أمال الناس دي بالأدوار اللي عملوها يعملوا إيه؟ طبعا لسان حال كل الفنانين دلوقتي، ربنا يبعدنا عن آراء ماجدة خير الله. لو حابين تعرفوا أي تفاصيل أكتر ما تنسوش تتابعونا على صفحة نجوم الفن.